القانون بتاع الدعم السريع حصل فيه تعديل. طيب التعديل لصالح الثورة إنه زمان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبح في التعديل القائد العام للقوات المسلحة هو القائد الأعلى بطريقة غير مباشرة. لمن؟ للدعم السريع. أعيد لك الحتة الصغيرة دي. طيب القانون الدعم السريع بتاع 2007 عنده قائد اللي هو حميتي، القائد الأعلى رئيس الجمهورية. التعديل مسح رئيس الجمهورية، بقى القائد الأعلى منه القائد العام للقوات المسلحة، بقى تبعية الدعم السريع للقوات المسلحة. طيب جاء مجلس وزراء فيه رئيس مجلس الوزراء، وكان يفترض يكون في مجلس تشريعي، كان الموضوع في غاية البساطة بدون أي إحراج يناقش هذا الأمر داخل المجلس التشريعي السوري بدون أي مشكلة، لا بين حمدوك لا البرهان. المجلس التشريعي يطرح مقترح من أحد النواب إلقاء قانون الدعم السريع، سحب القوات السودانية من حرب اليمن، موضوع انتهى، تصويت. أصبح القرار ده قرار منه الشعب وقرار الثورة السودانية، لكن كان في مؤامرة من حمدوق والحرية والتغيير إنه ما في حاجة اسمها مجلس تشريعي، تآمروا عن الثورة. البرهان عنده التزامات بالعقلية العسكرية، عنده التزام في حرب اليمن، وعنده التزام مع الدعم السريع لأنه وحدة تتبع له، ما كان خاطي المخاطر لدرجة إنه يستهدفوه في شخصه. لو كان خاطي 1% ما كان دخلوا بيته. يعني البرهان ما وصلت له القناعات إنه الجماعة دي بيكيدوا عليه إلا اللحظة اللي لقى الجماعة شالين الرشاشات داخلين في جوا بيته. ولولا الحرس الرئاسي واستشهاد 35 من الضباط وضباط الصف وجنود الحرس الرئاسي، البرهان ده كان يتكتل. وإذا اتكتل البرهان آنذاك خلاص الدعم السريع استلم البلد، لكن ربنا أراد إن البرهان ما يتكتل، ياسر العطا ما يتكتل، كباشي ما يتكتل، إبراهيم جابر ما يتكتل. كذلك هيئة الأركان قدروا يقبضوا على المفتش العام للقوات المسلحة الفريق مبارك كجو في بيته متحرك. حتى ضباط الاستخبارات العسكرية ما كانوا عارفين إنه ممكن يحصل. أنا بالنسبة لي ده خطأ، أنا أقولها باحترامنا للمؤسسة العسكرية ضباط الاستخبارات وكده، لا يمكن أنت تكون مطمئن لقوة عسكرية وحدة والبرهان يسمع والشعب السوداني القاعد جوا السودان وبر السودان يسمع. عبد الرحيم مروي دي حقت منه، نحن ماشيين مروي، تكلم عبد الرحيم قبل شهر. حميتي الخرطوم دي والله ما بقى لي زي كتب اسكنوها الكدايس، دي كلها مؤشرات واضح انه الدعم السريع بيشعر انه فوق الدولة، وحميتي واخوه بيشعروا انه هم فوق البرهان، وانه يا دنيا ما في الا انا. دي مؤشرات. قبلها اتفتحت معسكرات بدون موافقة القوات المسلحة، انتشار وانفتاح للقوات الدعم السريع في الخرطوم، دخول آلاف عربات وجنزرات أسلحة مشوا مطار مروي، ده مؤشر. يعني أكثر من كده انت داري لما يدوك طلقة في راسك عشان تقول والله يا سلام بالله يا أنا ما كنت فاكر حميد تحتني ولا كده، دعم الاستخباراتي إذا في لاك حصل. يعني الحريب طبعا خلاها تنتهي، بعد ما تنتهي الحريب ده في كلام تاني، لكن احنا ما عندنا نسبق الحوادث. عشان كده الموقف الداعي للقوات المسلحة الآن عشان نحافظ على وجود الدولة. يعني أي زول الآن بيتكلم إنه يقيف مع الدعم السريع أو يقعد في منصة رمادية ده زول ما فاهم. نعم. ما فاهم نهائيا، أنا راح أخونه، لكن أقول إنه ما فاهم الواقع السياسي السوداني، ولا عارف حقيقة قوات الدعم السريع، ولا عارف الآثار الدموية الحجيج لو الدعم السريع كان استلم الدولة، وما عارف الأطماع الخارجية دول الجوار، ولا عارف المصالح الاستراتيجية الإقليمية والدولية. الناس ما عارفة، أنا ما بخوينك لكن بقول لك أنت جاهل ما عارف، تعال استمع لينا وحكم العقول. لو أنت حزبي خد حزبيتك برا وتعال اقعد لي أخو لأخ،
سوداني لسوداني.